يهدف المشروع الموسيقي الذي بصدد الاشتغال عليه إلى تنمية الثقافة الموسيقية، الثقافة الموسيقية الأكاديمية. نشتغلوا على الموروث الثقافي المحلي والوطني باشتغال على جوج ديال الأعمال الموسيقية اللي هي من التراث الموسيقي ديال الجهة، في الخصوص ديال الموسيقى ديال لالا منانا، وحاول ما أمكن نعطيوها واحد النبرة خاصة من ناحية ديال التوزيع الموسيقي، كذلك الأداء على مستوى الغناء الصوتي والغناء الأكاديمي بطريقة مكتوبة بطريقة مختلفة، بطريقة فيها تنوع موسيقي أكاديمي، اختلافات إيقاعية كذلك. حاول ما أمكن نعطي واحد التنمية، واحد الإطلالة من جانب الثقافي على مستوى ديال المدينة ديال العرائش، كيتكون واحد مجموعة ديال المكونات الموسيقية، منها اللي حاول تشتغل عليها الفرقة الموسيقية بأنها تعتمدت على التوازن بين ما هو إيقاعي، ما هو آلي، ما هو كذلك غنائي. الفرقة اللي قدمت العمل الموسيقي هي فرقة ميزينوكس اللي هي تقريبا تأسست في 2016، وحاولنا ما أمكن كانت في البداية الأولى أنها كتشتغل على أعمال غربية وتوزيع أكاديمي، ولكن بعد كانت عندنا رؤية أخرى جديدة، هي رؤية الاشتغال على العمل الثقافي المحلي، على التراث ونعطيوها قيمة ديالو باعتباره هو مخزون وكنز ثقافي خاص يرجع إليها بصورة فنية مختلفة. الفريق اللي كيشتغل على هذا المشروع؟ هي الفريق الحقيقة مكون عموما من أساتذة ديال التعليم الفني الموسيقي بالعرائش بالدرجة الأولى، كذلك الطلبة ديال مستوى ديال السلك الثاني والسلك الثالث اللي كيشتغلوا، كيحاولوا ما أمكن نحاولوا نوصلوا الإرث الثقافي كذلك، باش هما يقدروا يشوفوا الشعلة الثقافية الأخرى ما تحقق الأعمال الفنية على مستوى الساحة الفنية. نعم، أي مشروع كيحتاج له حد دعم سواء مادي وكذلك الشركاء اللي يكونوا يدعموا المشروع، أنتم واش عندكم شي فكرة على مستوى الدعم اللي يمكن تقدم لهذا المشروع؟ أي مشاريع ثقافية ولا فنية كما بغا يكون اللون ديالها، وإنها كتحتاج واحد الدعم اللي هو هائل. الأولى هو الدعم اللوجيستيكي، الدعم لاحتضان المدينة كذلك، والحمد لله لقينا حنا دعم من الجماعة الحضارية بمدينة العرائش، وبالمناسبة كنشكروها على الثقة المتبادلة في الفرقة الموسيقية. وحنا بطبيعة الحال كنحاولوا على الثقل الثقافي بأن حنا نحطوا هذا النوع ديال الثقة المتبادلة، نحطوها على واحد المستوى ديال العرس الثقافي كيقدم واحد العمل الفني متميز. لاحظنا حضور بعض الضيوف اللي ساهموا يعني في حضور يعني في الشعر ديال النشاط هذا، يمكن تقدم لنا بعض المشاركين؟ هما جميع المشاركين في العمل الثقافي بخصوص الدرجه الاولى هما الموسيقيات والموسيقيين، اساتذه الكرام، الطلبه، الاداره ديال المعهد الموسيقي بالعرائش ممثله في السيده المديره، كذلك الممثلين ديال الجامعه الحضاريه، قسم الثقافي، قسم ديال اللجنه ديال التنميه ديال الثقافيه كذلك تحضر معنا، المخرج كذلك الحاضر، صاحب شركه اللي كان تقني الاستوديو كذلك اللي كيجي من مدينه تطوان باش يحاول الى زرع العمل الثقافي، كذلك حاضرين جميع الشركاء يعني بدون كذلك كاينه التمثيليه ديال المركز الثقافي على مستوى ديال المدينه ديال العرائش. حاولنا ما امكن نعطيو صبغه ثقافيه باش نعرفوا بهذا الموروث، هذا العمل الثقافي اللي كنقدموه، وفي نفس الثقل ديالته علينا حنايا كفاعلين ثقافيين وجمعويين وفنيين كذلك وتربويين، لان كنساهموا بهذه الطريقه واحد العمل تربوي وفني متميز، يعني نقدموه للمدينه ونقدموه لبناتنا.